هل تذكر الأيام التي كانت فيها لينكد إن مجرد منصة للتواصل المهني البحت؟ اليوم تحولت هذه المنصة إلى ساحة عجيبة، حيث تختلط قصص اليوميات وصور السيلفي مع النصائح المهنية. فما الذي حدث لتفقد لينكد إن بريقها في عالم التواصل الاجتماعي المهني؟ عندما أطلقت لينكد إن عام 2003، كانت تهدف إلى تقديم شبكة مهنية تربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب الشركات، وكانت ملاذاً للمحترفين الذين يبحثون عن فرص للعمل بعيداً عن الفوضى والصخب الموجودين على فيسبوك وإنستغرام. لكن مع مرور الوقت بدأت الأمور تتغير بشكل لافت. بدأ المستخدمون يشاركون تفاصيل حياتهم الشخصية بشكل مبالغ فيه، مما جعل المنصة تفقد جوهرها المهني، وأصبحت المنشورات مليئة بالقصص الشخصية المفرطة والمثيرة للدهشة، كصور المديرين وهم يبكون بعد اتخاذ قرارات صعبة أو مشاركات حول تجاربهم الحياتية التي تتحدث عن مرضهم أو حتى وفاة حيواناتهم الأليفة. خلال فترة جائحة كورونا ازداد هذا الاتجاه بشكل واضح، حيث بدأ المحترفون يشاركون جوانب من حياتهم الشخصية والعائلية، مما أدى إلى تداخل حدود الحياة المهنية والشخصية. ولأن الناس كانوا يعشقون التواصل، أصبحت هذه المنشورات تجذب آلاف الإعجابات والمشاركات. لكن الأمر لم يتوقف هنا، فقد أدخلت لينكد إن ميزة وضع صانع المحتوى التي شجعت المستخدمين على نشر محتوى شخصي بجرعة كبيرة، وهذا أدى إلى طفرة في نوعية المنشورات التي تتراوح بين قصص الإخفاقات الشخصية إلى استخلاص العبر من الأمور اليومية التافهة. إذن هل تحولت لينكد إن إلى ساحة لاستعراض المشاعر بدلاً من منصة مهنية؟ وهل يجب على المستخدمين الآن تقديم قصص عاطفية لجذب الانتباه والحصول على فرص عمل؟